أول الخلق أربعة، أول ما خلق الله من الكائنات أربعة أشياء، ما هي؟ العرش والماء واللوح والقلم، أربعة. أول ما خلق الله أربعة، العرش والماء واللوح والقلم. قال تعالى: وكان عرشه على الماء. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين كان ربنا قبل أن يخلق الكون، قبل خلق السماوات والأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله العرش والماء قبل القلم، ثم خلق القلم واللوح، وقال للقلم اكتب، فانشق القلم من خشية الله عز وجل، وكتب القلم بأمر الله عز وجل في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل: ما كان وما يكون، إذا كان كيف يكون. حتى جلستنا هذه وهذه المحاضرة وهذه الكلمات، وكل ما يحصل من حركات وسكنات وكلمات، كل ذلك في كتاب مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل شيء خلقناه بقدر. فبدأ التقدير، التقدير أوله الكتابة، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقبل الكتابة العلم، علم الله الذي أحاط بكل شيء، ثم كتابة الله لعلمه، ثم تقدير الله للمكتوب متى يكون، ثم قضاؤه إذا أراده أن يكون، أربعة، وهي القضاء والقدر. واضح؟ علما، كتابة، تقديرا، قضاء. فالعلم والكتابة قبل القضاء والقدر، علم، كتابة، قضاء، عفوا قدر، ثم قضاء. القضاء هو تنفيذ القدر. طيب، بعد ما خلق الله عز وجل اللوح والقلم، وكتب في اللوح ما شاء أن يكتب مما سيكون، حفظ اللوح عنده سبحانه وتعالى فوق عرشه، وكتب في لوحه سعة رحمته: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وفي الحديث أن الله عز وجل كتب رحمتي وسعت كل شيء في اللوح المحفوظ، وهي موجودة فوق عرشه، ولهذا قال: الرحمن على العرش استوى. فذكر استواءه على عرشه باسمه الرحمن الذي يدل على رحمته بسائر خلقه. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. لما كتب الله هذا اللوح، وأراد الله عز وجل خلق الخلق بعد ذلك بسبعمائة عام، خلق الكون، وكان الكون كله السماوات والأرض رتقا. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا؟ ما هو الرتق؟ كانتا كالحبة الواحدة، متصل بين فيما بينها، ليس فيها فضاء، ليس هنالك سماء وليس هناك أرض. جعل الله الكون كله كالحبة، كحبة الأرز صغيرة جدا، ذرة. هذه الحبة تكون منها هذا الكون الهائل بأمر الله جل جلاله. فحصل ما يسميه الجيولوجيون بالانفجار الكوني. هذا الانفجار الكوني هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. فكأول شيء كان الخلق، ثم الرتق، ثم الفتق، ثم الفلق، وهذه أربعة في مراحل الخلق. الخلق كالخلق السماوات والأرض، ثم الرتق بعد الخلق، ثم الفتق بعد الرتق، ثم الفلق بعد الفتق. نعم، قل أعوذ برب الفلق، فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، سنأتيها واحدة واحدة. الخلق ينقسم إلى قسمين: خلق من عدم، من لا شيء، وخلق من شيء. كما قال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذا الخلق من شيء، أصله مما تنبت الأرض، من أنفسهم، مما لا. أما النوع الثاني من لا شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. العرش كن فكان، الماء كن فكان، اللوح كن فكان، القلم كن فكان، السماوات والأرض كن فكانت، ثم استوى إلى السماء
وهي دخان. الدخان هذا من الانفجار للكون، فلما كان دخانا خلق من الدخان السماء، ثم استوى إلى السماء طبعا مع الانفجار الكبير، كانت رتقا ففتقناهما، مع الانفتاق انفجر انفجار عظيم هائل، امتلأ الفضاء كله بالدخان، والماء الذي فيه هذه أصبح زبد من أعلى، فخلق الله من الزبد زبد الماء الأرض، وخلق من الدخان السماء، واجتمع هذه السماوات السبع لم تكن سبعا، كان الدخان متصل بعضه ببعض، وكانت الأرض متصلة بهذا الدخان. فماذا حصل؟ استوى إلى السماء وقال لها وللأرض، خطاب من الله مباشر إلى هذا الدخان الذي سيصبح سماء، وإلى هذا الزبد الذي سيصبح أرضا، ائتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات ومن الأرض مثلهن.